قولنا يا استاذه متابعينا في كل مكان، مساء الخير عليكم. احنا معاكم في متابعه جديده من محافظه المنوفيه في تقرير جديد عن حادث مأساوي، العثور على جثمان زوجه خنقا داخل منزلها بقريه تابعه لمحافظه المركز الشهداء بمحافظه المنوفيه. احنا معانا شقيقه المجني عليها، هتحكي لنا تفاصيل الواقعه. حضرتك نتعرف فيه سرعان مصطفى. تقربي ايه الدحين؟ الله يرحمه اختنا. طيب اصغر من نفس الدنيا. احكي لنا ايه اللي حصل. لا انا ما اعرفش ايه الحادثه بصراحه. طيب احنا عرفنا يعني من تقل المخاطر انتوا اتهمتوا زوج المرحومه تهاني هي شقيقتك بان هو خنقها وادى الى وفاتها. انا ما اتهمتش، انا ما كنتش موجوده وما شفتش. انا بقول ان اختي دختي حبيبتي، الله اعلم هو قتلي، الله اعلم هو عمل فيها ايه، وان كان هو جاني ربنا ينتقم مني وحقها يرجع. طب انا ما شفتش عشان ما بقاش. طب هل كان في مشاكل ما بينهم؟ ايه اللي حصل؟ كان في دعوه؟ هم دايما على خلاف، هم دايما على خلاف، وتيجي هنا عند والدي ويقول لها يعني تقعدي تريح يومين ويروح ولا عيش عشان عيالك. يعني مفيش اب بيخرب على بيته، يعني اي اب بيحب يعني عايز المصلحه لبنته. هي متجوزه بقى لها كام سنه؟ 12 سنه. وعندها اولاد قد ايه؟ كمان في رابعه ابتدائي، وادم في ثالثه ابتدائي، واسر في سنتين. هل فعلا رفعت عليه دعوه دخول؟ كانت رافعه وكانوا متفقين على كده من شهرين. من شهرين. وقالت له وقال لها ماشي ومتفقين، قال لها بس اهم حاجه ما تطلعش من البيت. واتفقوا على كده. يعني هو اللي طالب ان هي ما تغادرش بيت الزوجيه. ايوه. وقال لها اقعدي مع اولادي. طب وانا ماليش دعوه بالدخول. طب احنا عرفنا منكم ان هي دايما على خلافات معاه، ايه نوعيه الخلافات دي؟ اي خلاف ما بيتفهمش على اي حاجه بتلاقيها. انت قلت لنا قبل اللايف ان اختك متعلمه، معاها دبلوم، هو مش متعلم، فلاح، اعداديه، هي مش متعلم فلاح، النصيب جمعهم من 12 سنه وخلفوا ثلاث اولاد. طول ال 12 سنه دول كان دايما بتشتكي من سوء معاملته ليها. ايوه. ايه سوء معاملته ليها بقى؟ مش متفاهم، ما بيتفهمش على اي حاجه، ضرب وخبط وشتيمه واهانه، ويعني مش تصرف انسان زوج. يعني كانت دايما بتضربها. سبب قبل كده وسبب فيها اصابات؟ يعني مثلا كدمات، جروح؟ طبعا. خرب ريش. رفعت عليه كذا قضيه. ومره سخن لها ميه سخنه، عمل لها ميه سخنه وكان هيتلقى بيها. كان هيتلقى بيها. كنا بنصلحوها ونقول لها ارجع عشان خاطر ولادك، وكانت بترجع فعلا وكانت بتعيش وتقول انا عايزه، انا اخترت عيالي. يعني رفعت عليه قضيه بايه قبل كده؟ كذا قضيه، يعني ان هو ضربها، ان هو عدم رفعها عشان ما يعملش عليها، ان هو بيضربها يعني عدم التعرض يعني. بصي ما لجئتش للقضاء لما لقيت خلاص مننا، يعني ما يعني خلاص بقى من ناحيتنا خلاص، يعني من كنا مش بيسندوها، اهلها مش بيسندوها، مش فكره بيسندوها او فكره ان انتم مش عايزين تخربوا عليها. ايوه بس انا ولادي فعيشي عشان خاطر ولادك. أيوة. وفي الاخر انتهى الامر ب بالهزم. طب قولي لنا يعني ايه نوعيه الخلافات اللي كان ما بينهم؟ انت بتقولي ان هي كانت دايما بتشتكي، يا جماعه انا بعاني من سوء المعامله، يا جماعه ده بيضربني، ده بيشتمني، ده كذا، برغم انه متكفل ببيته. انت قلت لي ان طبيعه الحياه نفسها كانت سيئه مش عيشه، قولي لنا ازاي بقى هي ما كانتش عيشه؟ يعني معلش بيطلع الصبح بدري بيروح على الغد، ما بيجيش الا بالعشاء او في نص الليل، يروح عند والدته يتعشى. ما بيروحش هناك الا خلاص اللي علمه، ما يعرفش حاجات بصراحه. يعني اي مشاكل، اي حاجه على خلاف، اي حاجه بيعمل لها على خلاف. طب قبل ما تلجأوا للقضاء، هل مثلا كان في ناس كبيره، جلسات عرفيه؟ جلسات عرفيه. أيوة. قدرتوا حاولتوا انكم توصلوا لحلول؟ ايوه. طب وكانت النتيجه ايه؟ اخوالي من بلد بره، من دارسور جم، وشيخ البلد وكل الناس جم هنا وقعدت، وخلاص انا مش هعمل كده تاني وحقك عليا. يعني هو كل مره كان بيتعهد لما يروح يضرب. يعني هو كان بيتعهد كل مره بحسن معاملتها، وانه هيشوفها. أيوة. الاولاد وهو نفس الحوار، نفس اللي حصل مره فاتت، هو نفس المره يا دوبك تروح يدلع، تروح يدلع العلقه. ايوه قدام. طب نهايه الامر يعني ايه بقى اللي وصل الامر لكده؟ يعني انت بتقولي اللي تم الاتفاق على الخلع من شهرين، ايه اللي وصل اللي لازم الامور يعني هي لما رفعت عليها قضيه خلع؟ اللي وصل الامر للخلع ان هو ما بيتعاملش معاها كويس، انه ما بيتعاملش معاها كزوج. يعني معلش الواحد عاوزه زوج، مش عاوزه واحد يروح يشتغل في البيت ويجي اخر النهار،
لا طبعا لازم يعرف مشاكل عياله ايه، يعرف مشاكلها ايه، يشوف مثلا الحياه عايشه ماشيه ازاي. ده انتوا قلتوا ان هي كانت دايما ما يعرفش الحياه ماشيه ازاي لان هو مقفول قوي يعني زياده عن اللزوم، ما يعرفش الدنيا ماشيه ازاي. الغلا ده يعني مش عند الناس كلها. طب انا هقول لك على حاجه، انا مش بعد الثلاث اطفال هاجي افتكر ان انا جوزي مش هو ده الشخص المناسب لا، هي من زمان من قبل الاطفال، اقسم بالله من قبل الاطفال. يعني تعرف انه مسقطها قبل كده في توأم من قبل الواد الكبير. انت قلتي قبل كده قبل اللايف انه كان مره سخن لها ميه سخنه وكان بيهددها. ايه قصه الميه السخنه دي؟ يعني ما كان على عادي حاجه عاديه وبرضك عمل قالت عليها مره. ايوه عمل ايه يعني؟ ما اعرفش والله، بس هي مش كده. كان عاوز عليها بس كان عاوز يطلع عليها ما دلقهاش كان عادي. ايوه هددها يعني. وسخن الميه السخنه فعلا انه يدلقها عليها. الله اعلم بقى، كان على البراد، كان على البوتاجاز بيعملوا شاي، ما اعرفش الله اعلم. طب قولي لنا انتوا عرفتوا بالحادثه ازاي امبارح؟ انا والله جالي تليفون في بيتي. جوزي قال لي، بنت عمي اتصلت على جوزي وقالت له عشان تليفوني كان عطلان يعني وبصلحه، وما تعرفش ان انا جبت يوم الخميس بالليل. فجوزي قال لي عشان ما يجيبليش هي اكيد، قالت له يعني. فقال لي انت خلصت اللي في شغل البيت يعني وكده؟ قلت له لا لسه. قال له خلاص سيبي اللي انت بتعمليه وروح ايه عشان والدتك تعبانه شويه. هو جابها من ناحيه والدتي. رحتي بيت والدتك بقى؟ ما روحتش. انا قلت خلاص ايه عشان قال عشان منى بترن على بك عايزه اتكلمك. قلت له خلاص اقفل وانا هكلم منى. ايه يا منى في ايه؟ قال عشان تعالى عشان تاني ماتت بس. وبعد كده عرفتوا ايه بقى؟ عرفنا من الدكتوره بتاعت الوحده الصحيه ان هي مخنوقه، ان حد خانقها. قبل الله قلت لها ان انتوا لقيتوا جنبها حبل. انا ما شفتش حبال، بس هما يعني في المركز قالوا ان هو شانقها بحبل جاموسه. شانقها بحبل جاموسه. طب انت لو انت هتقولي له كلمه تقولي له منه لله، هقول حسبي الله ونعم الوكيل. منه اللي كرماه، والله كرماه في الشارع، ايا كان اللي عملته كرماه في الشارع وحسبنا الله. ولو لاحق هي. طب هي في كل حياتها معاك بتطلب ايه؟ حياتها كلها ضحك. لا هي كانت بتطلب يعني ايه طلبها الوحيد منه؟ ايه كان طلبها الوحيد منه في كل الاعداد والخلافات والجلسات العرفيه اللي كانت بتطلب؟ انه يتعدل بس، يبقى بني ادم، يبقى زوج. زوج يتعامل معاه. ايوه في فرق بين واحد يتعامل مع الناس مفتح، وفي فرق ما بين واحد قافل ما يعرفش اي حاجه في دنيته. دي بتتعب. اختك قبل اللايف قالت لي كل اللي كانت بتطلبه ان هي تتعامل كبني ادمه. ايوه من غير ضرب وكله ضرب ولا شتيمه. يبقى في ايه يا جماعه؟ ما كله ضرب واهانه. هي كده بني ادمه؟ ده معلش اللي مأخذه زي الجاموسه او زي الحمار. ما هي الحماره اللي بتنعمل بتمشي بتتضرب كده. طب ما حاولتوش ترجعوا لاهله، وخصوصا ان انتوا من بلد واحده رجعنا يا وفي صلات كبيره. رجعنا ياما وشويه. كان كلامهم معاه ايه؟ هيعملوا ايه؟ ما حدش كان بيقدر عليه. كان اللي في دماغه في دماغه. حتى ما حدش كان بيقدر عليه خالص. حتى لما كان بيتعهد انه هيتعدل كان كنت بتقولي بيروح يضربها. في ناس اتدخلت ورجعوا قالوا احنا مش متدخلين عشان ما بيعملش بوعي. طب ولما كان بيروح بيها في اليوم يعني يوم الجلسه العرفيه لما يتعهد انه خلاص هيحصل معاملته ليها وهيبطل ساعات ضرب. يضربها وساعات يفوت يومين ثلاثه ويضربها. لو يرجع بيك الزمن هتنصعوا لطلباتها وتطلقوها ولا تبقى عايشه عشان ولادها؟ لا لا والله، لا والله العظيم. يعني انت في موقفك ده تنصحي كل اب وام بايه بنتهم؟ تقول لهم انا عايزه ابقى. لو العيشه بالطريقه ديت فعلا يسمعوا لهم. يسمعوا لهم.